لا، لا يجب عليها الزكاة، يعني المال إذا كان نقد من قرض واقترض شخص منك فلا يجب عليك أن تزكيه إلى أن يرده إليك ولو بقي عنده 10 سنين، وإذا رده إليك وهو نصاب أو كان عندك ما يكمل النصاب به تزكيه لمرة واحدة لعام واحد. والسبب في ذلك أنه عندما مدة ما هو في حوزة شخص آخر وأنت أعنته به قرضا فهو مال غير نامي بالنسبة إليك، ما في شيء نما، والزكاة في المال النامي، إما مال نامي بالتجارة أنك أنت تنميه، وإما نامي بنفسه مثل زكاة الزروع والمواشي وكذا. لكن المال هو غير نامي ومأخوذ منك وأنت أعطيته قرضا إعانة وكذا، فهذا مال غير نامي لا تجب فيه الزكاة إلى أن يرده إليك. وإذا رده إذا كان نصابا أو كان عندك نصاب إذا ضميت إليه يكون نصاب، عليك أن تزكيه مرة واحدة لعام واحد.